برجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا. الحقيقه انا مش عايزه اتكلم كتير في المقدمه، لكن عايزه اقول ان الانسان لما بيبدع في حاجه وبيكتشف قدراته بيقدر ان هو ينجح، بيقدر يكون معاه صنعه في ايده، والصنعه دي بتبقى هي المشروع الخاص بيه وهي مصدر الرزق الخاص بيه اللي بيكبر وهو بيكبر معاه. في البدايه اسمحوا لي بس ان انا ارحب بضيفتي اللي مشرفاني، برحب بالاستاذه مي فريد. يعني انا مش عايزه اقول هي مصممه كروشيه او بتنفذ حاجات بالكروشيه، انا شايفه حاجات متنوعه جدا. ففي البدايه اهلا بيكي يا مي، منورانا. انا مش عايزه اتكلم كتير بس عايزاكي تقولي لي انت، كلميني عن نفسك، خريجه ايه، ازاي بداتي الشغل بتاعك؟ انا خريجه كليه الحقوق، معايا ليسانس حقوق، وشغلي دوت جه بعد جوازي بفتره، هو نتيجه وقت فراغ. انا مبدئيا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الكروشيه، حتى تقريبا زي ما بيقولوا مسكه الابره ما اعرفهاش. فحبيت ان انا يعني في مره كنت بقلب على الفيسبوك فلقيت مفرش عجبني جدا، فقلت طب انا ليه مش ما نفذت المفرش ده؟ ده سهل قوي ان انا اتعلمه خطوه خطوه وهبدا. وفعلا هو ده اللي احنا بنقوله، ان يعني زي ما كنا بنتكلم عن الثانويه العامه والكليه وازاي نختار، دخلت كليه حقوق وتخرجت من كليه حقوق وتزوجت، ولكنها اكتشفت قدرات خاصه فيها بعد كده وقدرت انها تنميها وقدرت انها تشتغلها. الكروشيه صعب ولا سهل؟ لا خالص، بصي وما فيش حاجه صعبه لحد عايز يتعلم. بالظبط، مفيش حاجة يعني، حتى لو في حاجة صعبة الإنسان لو عنده القدرة وعنده الرغبة والإلحاح إن هو يوصل لحاجة ويتعلم حاجة هيعملها. يعني الموضوع بدأ معاكي بمفرش؟ آه. عايزة تعمليه؟ بس هو مفرش، شفت المفرش وقررت إن أنا يعني بعد المفرش هعمل حاجة كتير قوي. حبيتي الكروشيه وحبيتي ان انت تقدمي افكار فيه جدا، بس واضح ان انت عندك ميول فنيه، لان انا شايفه الحقيقه يعني بحييكي على ذوقك حتى في الحاجه، يعني فيها شياكه وفيها جمال، فبالتاكيد انت كان عندك القدرات دي قبل كده بس ما كنتيش مكتشفاها ولا ايه؟ هو على فكره ممكن، لان انا اي حاجه هاند ميد انا بحبها. حاولت كتير ان انا اتعلم رسم على القماش لان بحب قوي شكل القماش المرسوم عليه بالالوان. بدأت معايا بقطعة صغيرة كده رسمت عليها، تلوين الإزاز، كل الأصداف اللي موجودة على التطريز أنا اللي ملونها كلها. يعني انت، لا احنا هنتكلم بقى كده، يعني خلينا نبدا بالمفرش اللي هو سر السبب ده كله، كان مفرش يا جماعه، ده كوستر معمول كله بالبرق. عجبني قوي اول ما شفته، بس هو كان فاضي ما فيش فكره البرق دي. فانا قلت يعني طب ما انا ممكن ادخل له ماتيريال معين او اكسسوارز معينه وطالع موضه. مش كده؟ لقيته فعلا في صفحات كتير اتراك وبره مصر كلهم عاملينه. ده صحيح. قولي لي يعني انت بتشوفي الحاجه وبتعملي بتنفذيها، ولا بقيتي النهارده بتبتكري انت بقى حاجات مختلفه وتحطي ديزاين لحاجه مختلفه وتعمليها؟ هو يعني في حاجات انا بصراحه انا اللي حاطه التاتش بتاعي عليها. الشنطه دي دي شنطة جميلة على فكرة. يعني حساها كده مختلفة. قولي لي فكرتها جات لك ازاي؟ هي الشنطة دي انا كنت قاعدة اتخيل كلاتش. انا عايزة الكلاتش ده يبقى، مش عايزة الخامة الماتيريال الطري، او بحيث ان اللي هتاخد الشنطة وتمسكها تبقى ماسكة في ايديها شنطة. هي معمولة بالظبط، معمولة من قماش بس انا عايزاها مدعمة. اشتغلت على الشنطة ودعمتها بحاجات برضو من خامات الكروشيه، وانا حبيتها تبقى صيفي اكتر، تنفع للبحر او تنفع اللي بعد الظهر. هي مناسبه بالقواقع دي كلها. هي بحر يعني. ايوه كلها الساحل. تحسي انها الصيف خالص والساحل فعلا. بالظبط كده. فصممتها ده كان يعني كان ابتكاري. ما شفتش اي صوره شبهها. يعني حتى اللي عاملين الكلاتشات دي في اي مكان تاني ممكن يكون حاطط شويه شراشيب، حاطط شويه خيوط مكرميه او حاجه، لكن انا حبيت الديزاين ده لان حسيت ان انا اللي عاملاه، ده فكرتي. بتختاري الماتيريال ازاي؟ بدور بصراحه على افضل خامه تديني النتيجه اللي انا ممكن اشوفها في صور بره. فلقيت على فكره منتج يعني خيوط مصريه دلوقتي
فقط التوقعات. جميل، يعني هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى، ان احنا بنوطن الـ يعني المنتج المحلي او الصناعه المصريه، وده مهم قوي ان انا استثمر كمان، لان احنا عندنا خامات جميله جدا. لكن يعني دايما بنبقى محتاجين ان احنا نركز عليها. السليبر مصري شكله كمان مناسب جدا للصيف يعني. البوت بتاع الزرع ده قطن مصري، وانا عملت له دعامات بحيث ان هو ياخد الشيب ده، عشان لو هتتحركيه هتتنيه يبقى واخد شيب محترم تعرفي تحطي فيه الزرع بتاعك. انا شايفاكي بتتنوعي ما بين شنط، سليبرز، مفارش، ايوه يعني كذا حاجه. ازاي ده بتعمليه بقى، وبدات معاكي انت بداتي بمفرش، ايه اللي خلاكي بعد كده تطرقي لكل ده؟ وهل اتجهتي للازياء في الكروشيه؟ احنا عارفين كمان الكروشيه بيتعمل منه حاجات كتيره بالزبط. فانا ما شفتش ازياء، فهل انت بتعمليها ولا لا؟ عملت فعلا، عملت بلوفر ده البنوتي، كانت نازله اول سنه المدرسه طبعا، هي مختلفه طبعا. ايوه عملته للبنت اللي هي راح المدرسه، كان حلو جدا طبعا، وعملته بالكروشيه والحمد لله ما اخدش مني وقت على فكره. وعملت بلوفر ليا وكوفيات وشوفي بقى وفرنا قد ايه بقى في الموضوع كتير. ده والله كتير، يعني انا بقول انا لقيتك بتقولي كتير دي من جوه. فعلا والله، لان انا نزلت فعلا دورت على ان انا الماتيريال الصوف اللي انا عامله بيها البلوفر لو انا هجيبها من بره انا مش هلاقي الكواليتي دي غير في الصوف المصري، ولو لقيتها بره او حاجه مستورده هلاقيها باضعاف اضعاف ما انا عملتها. اكيد اكيد طبعا، واكيد يعني حتى زي ما بنقول الهاند ميد دايما بيبقى مكلف جدا عن الحاجات المعمولة بالمكان. بتسوقي ازاي؟ الموضوع بدا بمفرش صحيح للبيت، وممكن نعمل بلوفر لبنوتك، لكن لا احنا عايزين بقى يعني نوسع النشاط بتاعنا. هو فعلا انا حابه حاجتي قوي، وحاسه الحمد لله الحمد لله ان انا حاجتي مختلفه. فبدات ان انا احاول ان انا اعرض شغلي على الفيسبوك، عملت جروب، من الجروب بقى بيج، وبقيت الاصحاب تشوف والناس تشوف، في حد يقول كومنت حلو، لا طب احنا جبنا ده من عند مي. الحمد لله بقى عندي مجموعه لطيفه كده من اصحابي، هم المفروض ان هم عملاء بتوعي، بس انا بحب ان هم فريندلي قوي معايا. فبقيت اعمل الفكره واقول لهم ايه رايكم، يقولوا لي لا دي هايله احنا عايزين، خلاص احنا بعد كده هنسيب لك نفسنا. بتطلب منك كميات بقى وحاجات دلوقتي؟ لا لسه ما وصلتش للعالميه. لا ما هو التسويق يعني اكيد الحاجات دي برضو بتاخد منك وقت، اكيد، لان زي ما بنقول هي هاند ميد وانت بتعمليها بنفسك. فكره ان انا ابدا النهارده وبعد كده اجيب حد معايا واثنين، يعني ازاي اكبر المشروع بتاعي، وازاي اقدر ان انا برضو يعني انتشر واسوق بشكل جيد؟ هي دي الحاجه فعلا اللي انا بتمنى ان انا اوصل لها قريب قوي، يعني قريب جدا كمان ان شاء الله باذن الله، ان انا يبقى عندي براند خاص بيا، لان انا حابه ان انا اعمل كل حاجه، حابه ان البراند ده يبقى فيه حاجات للبيت، حابه ان هو يبقى حاجات للاطفال وللانسات والمدامات كل حاجه. لان انا مش حابه ان انا يكون شغلي كله في بوينت واحده اللي هي مفارش الكروشيه، يعني مفرش لا، الكروشيه بيطلع منه اي حاجه، كل حاجه يعني. ورينا برضو الشنطه الجميله دي، انا شايفه اكتر من شنطه، هي دي شنطه خوص. خوص، بس انتي غيرتي، انت اللي عاملاها كلها؟ كلها من الاول للاخر. الفكره جت لها ازاي بقى؟ انت انا عارفه حاجات الصيف دي اللي هي بتبقى يعني الشنطه دي بقى لها تقريبا 4 سنين. 4 سنين بس ماشيه لغايه النهارده. يعني هي على فكره كل ما حد يشوفها ما بيطلبوش مني غير دي. هي ملفته جدا وشكلها لطيف، وزي ما بقول لك احنا في فصل الصيف دلوقتي، فبيبقى فيه الحاجات الالوان الجميله بالزبط. الافكار الحلوه كمان، يعني الاكسسوارز اللي انت بتختاريها الحقيقه بتبقى متناسبه جدا مع الحاجه. فانا شايفاكي متنوعه في دي ايه دي انا عايزه اعرضهم كلهم بصراحه لان هم كلهم حلوين. دي كلاتش انا عملتها من القطن، من خيط القطن، الخيط ده مصري.
كل خاماتك مصرية؟ اه الحمد لله. يعني البراند ده او المنتج ده مصري 100%؟ كله مصري. يعني اقدر ان انا اقول ان بالزبط. هو ده اللي احنا محتاجينه النهارده واحنا بنتكلم عن الصناعات متناهية الصغر وازاي ان احنا نستفيد منها. اعتقد ان ده نموذج بالزبط. جيد جدا، وانت اللي بتختاري برضو كل انا اللي ملونة الاحجار او الاصداف الموجودة دي اصداف طبيعية طبيعية. وانا بجيب الوان الازاز. انت بتروحي بقى تسافري تجيبي الاصداف وتشتغلي عليها؟ لا والله، في مصر هنا بقى في مصانع بتصنع الاصداف الطبيعية. وحضرتك شوفي حتى على الشنطة. ده جميل. دي شكل الطبيعي. هو ده الطبيعي. انا اخدته لونته بالوان الازاز وعملت ماتشنج بين لون والتاني مع بعض لحد ما بقى يديني الدرجات اللي انا عاوزاها. جميل جدا. بتلاقي صعوبه في الماتيريال اللي بتستخدميها ان انت تلاقيها، ان انت تكوني الفكره بتاعتك؟ لا خالص الحمد لله. مين بيساعدك بقى في الموضوع ده؟ لوحدي. لوحدك خالص لغايه النهارده؟ ليه ما فكرتيش ان انت تكبري الموضوع؟ او انت بقالك قد ايه بادئه في الموضوع ده؟ انا من سنه 2020. يعني بقى لنا أربع سنين. يعني مش شايفه ان النهارده يعني جه الوقت ان انا اكبر الموضوع شويه؟ بالظبط كده. انا حسيت ان خلاص الفتره دي بقى اللي هو لا ما ينفعش، انا حاسه ان انا المشروع بتاعي لازم يكبر ولازم يبقى عندي براند. حتى انا كان نفسي جدا قوي الفتره اللي فاتت ان انا اشوف مكان ويبقى معايا بنوته او اتنين نعمل كميات ونبدا ننزل معارض، لان انا يعني مقله جدا في ان انا انزل معارض او اوبن دايز. يعني وقت ما باجي احجز او خلاص ان انا خلصت شغلي ونازله بيه بتكون الدنيا خلاص بقى. بقيت في نص السيزون. انت بتتاخري شويه. انا اللي بتاخر. عايزين نلحق بدري، خصوصا ان في يعني معارض كتيره جدا بتشجع الحرف اليدويه. بالظبط. ديارنا وتراثنا، واعتقد ان دي كلها معارض الدوله بتقدمها للحرف اليدويه بشكل جيد جدا، وان شاء الله يبقى ليكي نصيب فيها باذن الله. الجديد بقى في الكروشيه السنه دي ايه؟ هو الكروشيه السنه دي احدث حاجه فيه الكلاتشز دي. بس بدون طبعا الاصداف والبرق والحاجات دي. بتبقى الكلاتش بس هو كده ساده. او مثلا بياخد ثلاث الوان او ثلاث الوان مختلفين. انت عامله ده باتنين بلونين؟ كده ده بلونين. ده كلاتش بلونين. وانا حبيت اطعمه بحاجات بسيطة. بتحبي انت تحطي اكسسوارز على الحاجة بتديها شكل جميل؟ حسيتها مختلفة. عارفة انا لما شفت كتير ناس شغالة الكلاتشز وكده ما كانش في حد حاطط اكسسوارز عليها. فحبيت لا، انا ممكن حتى كمان حاجة البيت، ليه ما احطش على حاجات البيت رانر، مفرش سفرة، يبقى كل حاجة متطعمة بحاجة انا حاساها ان هي شبهي. ومش اوفر يعني الحقيقة. يعني جميل. البني ده ايه؟ دي كلاتش برضو. كلاتش برضو. بس أوكي. دي انا عامله عليها حاجه اسمها شغل ابره. ما انا حسيتها مختلفه شويه يعني من بعيد، حسيت ده بلوفر ولا. دي معموله من برضو خامات مصريه، ده من خامه الخيش المصري. وانا اشتغلت عليها بالخيش برضو، كلها شغل ابره. كلها شغل ابره. تطريز ابره. واضح جدا حتى يعني اختيارك للالوان جميل جدا. بس دي شتوي شويه مش صيف زي هي فعلا انا جبتها كان وقت الشتاء. وعلى فكره انا عاملاها كمان لحد معايا مثلا تابلت. ممكن تتحط في تابلت. فهتبقى متينه. ايباد او تابلت تبقى متينه جدا. يعني ان هي الاسعار اخبارها ايه؟ اسعاري؟ لا والله. عامه يعني اسعار الكروشيه عامه، انا عارفه زي ما بقول لك ان الحاجات الهاند ميد بتبقى غاليه شويه، لكن لما بنتعلمها ولما بنعملها بنوفر قد ايه؟ لا بوفر كتير 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 جدا. بس هقول حضرتك حاجه، هو يمكن اسعاره عاليه لسبب الماتيريال الشغل نفسها. انا عشان بستخدم زي الخيوط دي، يعني حضرتك بصي الشنطه هي مش محتاجه اي تدعيم. ده حقيقي. شنطه ده حقيقي. زي دي. لا وماسكه نفسها. فبتلاقي الخيوط اللي انا شغاله بيها بتاخد مني مجهود. وبرده ضغط على اعصاب الايد وكده. هو الهاند ميد دايما بيبقى هو متعب شويه. فعشان كده بيبقى تكلفته اعلى شويه. طيب بسيطه. لو في حد بيشوفنا وبيتابعنا دلوقتي وحب الفكره وعايز برضو يستفيد من تجربه مايف، ان هي اتعلمت وهي كانت خلاص تزوجت وقاعده في البيت ولكن حبت انها تعمل مفرش للبيت فبقت تجربه، تنصحيها بايه وتقولي لها ايه؟
اقول لها اللي عايز يتعلم حاجه هيتعلمها. انتي اتعلمتي في قد ايه؟ انا اتعلمت تقريبا في شهور، ممكن مثلا 5 6 شهور، ويمكن اول قطعه طلعت من مني وانا بعملها، لان انا كنت بتفرج على فيديوهات وكنت بمشي على الخطوات بالظبط. ودي ميزه السوشيال ميديا النهارده، ان احنا بناخد افكار، ان احنا بنتعلم حاجات جديده ونقدر ان احنا نستفيد بيها في حياتنا. انا بشكرك جدا يا معي، وبتمنى لك التوفيق، وان شاء الله تشوفي يعني ده مشروع كبير وبراند باسمك ان شاء الله، وتتواجدي بقى في كل الاسواق وفي كل المعارض باذن الله. شكرا جزيلا ليكي، نورتيني، وبتمنى لك التوفيق. ولسه مع كل مشاهدينا بنستكمل باقي فقراتنا مع زينب طعم البيوت. بعد الفاصل هتنضم ليكم زميلتي العزيزه دينا، مجموعه تنوع من الفقرات، تابعونا.